شباب شوفوا هذا العدد يا اخي، حرب اهليه. لا بوت، لا لا والله بدي افوز، والله بدي افوز. أنا جيت. السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، واش راكم؟ امريك لو رجعت لكم بفيديو جديد، فكره جديده. طبعا اساطير، مقطعنا اليوم من سلسله التحديات. طبعا قبل ما يبدا المقطع يا اساطير، نحبكم كلياتكم تضغطوا على زر اللايك، تنشروا المقطع وتحطوا لايك. اذا ما تقدر تنشر المقطع حط لايك فقط. تحدينا اليوم هو انه راح نلعب بدون قفز ابدا، اوكي؟ يعني راح نلعب بدون قفز. طبعا في كثير ناس يقول لي صحراوي انت اصلا ما راح تحتاج القفز لانك راح تمشي بشكل عادي، تحط ثلج بشكل عادي. يا حبيبي القفز شيء مهم جدا، يعني لما تكون تركض وتقفز احتمال انه ما تجيك هيت شوت. اذا كنت تمشي راح تجيك هيت شوت، وكمان لما تصير بدك تلوت وكذا وتهرب من سكواد ما تقدر تدخل للشباك الا بالقفز. راح العب بدون قفز، يعني ما راح اقدر ادخل من اي شباك، راح ادخل من الابواب فقط. المهم يا اساطير، لسه حطوا لك اشتركوا بالقناه، مشي حطوا لايك، خلينا نوصل المقطع 30,000 لايك، 40,000 لايك، 50,000 لايك، ما يهمني. المهم انكم هذا المقطع نحبكم انكم تفجروه لايكات بمعنى الكلمه. طير خليكم مع المقطع، ليست جو. اوكي اساطير، حطيت كل الشخصيات اللازمه وحطيت الحيوان اللازم. ليست جو يا حبيبي، ليست جو يا حبيبي. وصل الصحراوي. انا بقدر اجلس لكن ما اقدر اقفز ابدا، لما اضغط على زر القفز ما اقدر اقفز. او شت، معنا ساكورا كامل متكامل. ان ساكورتي لي افضل من ساكورتك، انت تلبس الابيض لبس البنات وانا البس الاسود، انت زوجتي في الله. خلاص يا صحراوي لا تتحمل. اوكي شباب، دخلت بالغلط مع سكواد، يعني سكواد عشوائي، بس ما راح العب معهم، راح العب لوحدي وبدون قفز. اوكي اوكي، اخليهم ينزلوا بعدين انزل بمكان ثاني. فولو مي ناو، اي دونت فولو يو. ليست جو. الصحراوي ينزل في البيك مباشرة. تسجيل دخول الصحراوي اسطورة العالم الى ساحة المعركة. والله يا شباب عندي زمان ما سويت تسجيل دخول. اوكي طبعا تحسوا انه قاعد اسوي مقاطع، بس المقاطع الاخيرة كليتها ما كانت تحديات. الان ملك التحديات يعود. حلمي اقتل ساكورا، عمري في حياتي ما قتلت ساكورا. شوفوا شباب ما اقدر اقفز، يعني لازم الف هيك وهيك وهيك حتى احصل على اللوت. ما اقدر اخرج من الشباك، لازم اخرج من الباب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. ما اقدر ادخل اي شباك، باب وكل شيء اعملوا من الباب. جربوا التحدي وردوا لي خبر، راح تحسوا انه في فرق كبير. مت امام الصحراوي. هذا هو الساكورا شباب، ساكورا ساكورا، حلمي ساكورا. اهم شيء اني اقتل الساكورا. الاول نوك داون، الثاني نوك داون من الصحراوي. ما ساكورا ساكورا ساكورا، قتلت له سكواد كامل. والله ما اقدر اقفز، المشكل في القفز ليس المشكل في الصحراوي. لازم اتاكد هذه المره اني شلت هذا الخيار الاوتوماتش. ليست جو مره اخرى. ليست جو شباب، الجيم الاول كان مجرد تسخينات خفيفه. اوكي هذا هو الجيم الحقيقي. احب انزل مع سكواد اجلدهم، اوكي هيك احس براحه نفسيه عندما اقتل البشر في فري فاير. اوكي شباب، انا الان صرت افهم صعوبه التحدي. التحدي صعب بقدر ما هو سهل، يعني يبان لك انه التحدي سهل لكنه صعب. صح، شوفوا ما اقدر ادخل من اخرج من هذا الشباك، ما اقدر لا اقفز وما اقدر افوت عليه، لازم اخرج من الباب. وحاط هذه الشخصيه الغبيه تبع انك تساعد سكوادك كامل. صحراوي انت غبي، هذه الشخصيه ما راح تنفعك لا انت ولا سكوادك. او شت، ما اقدر اخرج من الشباك، لازم اتبع البيبان يا صحراوي، يجب ان تكون مؤدب. او في ناس تقاتل صحراوي، لازم يدرعم، لازم يا حبيبي لازم الدرعم. ان صحراوي قادم، جهزوا امتعتكم، ستذهبون في رحلة الى الفضاء. اوكي الثلج اهم شيء لانه ما اقدر اقفز. ابلع، هل انت بكل قواك العقليه تدعم الصحراوي؟ انه يدرعم على اسطوره العالم، ملك التحديات. والله يا شباب شيء غريب، صح انك ما تقفز، ما تقدر تدخل. هذا الدرع ليفل 3 انت بحاجته، يجب ان تدخل من الباب. اكثر شيء يقهرني بهذا التحدي انك
لازم تدخل من ابواب البيوت، ما تقدر تدخل من اي شباك، واحنا اعتدنا انه ندخل من الشبابيك. ليتس جو. ما اقدر اقفز هذا المكان، ما اقدر اقفز، لازم اخرج من الباب. هذا الشيء راح يعطلني اذا كنت في فايت واذا كنت في اي شيء. مثل ما قلت لكم، التحدي بقدر ما هو سهل بقدر ما هو صعب، لازم تلعب باستراتيجيه يعني تكون فريده من نوعها، لازم تلعب باستراتيجيه قويه وما تحط نفسك، ما تحشر نفسك بمكان انت ما تقدر تطلع منه. يعني اساطير، انتم تخيلوا براسكم انك تلعب تحدي بدون قفز اصعب ولا بدون جلوس اصعب؟ نحس انه بدون جلوس تحسوا يعني تحدي عادي، اي انسان يقدر يركض ويقفز يركض ويقفز، بس القفز يعني شيء مهم جدا في فري فاير، خصوصا في لعبه فري فاير شيء مهم. لو تقول لي لعبه ثانيه راح اقول لك شيء عادي انك ما تقفز، لكن في فري فاير القفز مهم جدا. نحن لاعبين يا حبيبي، نجري نركض ونقفز نركض ونقفز، هذه طريقه الجري عندنا. اوكي، يعني الحين انا لما امشي شباب ولازم بدي اشوف يمين ويسار، احنا معتادين انه نقفز وندور الكاميرا، الحين انا لازم ادور الكاميرا هيك وامشي. شوفكم شباب، لازم استراتيجيه فريده من نوعها حتى تفوز في هالتحدي. بس اتس اوكي، الصحراوي اسطوره العالم سوف يقدر على هذا التحدي. شباب في سكوادات، سكوادات مسكوده، ابلع من الصحراوي اسطوره العالم. او شت، الالاف المؤلفه من البشر. شباب شوفوا هذا العدد يا اخي، حرب اهليه. لا شباب، هادو بوتات متجمعين، بوتات يا ربي، شباب بوتات متجمعين مع بعض راح يدمجوني. ابلع ايها البوت، حتى البوتات لا يقدرون على الصحراوي. ابلع من الصحراوي اسطورة العالم. لا 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 لا، البوتات يدمجوا شباب، والله يدمجوا والله. الحمد لله الحمد لله، باقي تسعة باقي تسعة، والله البوتات قوتهم غير عادية. ما اقدر اخرج من الشباك الخرا. هذا انسان شباب، هذا اللي داخل بيت انسان. لا 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 لا، ارجوك 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 ارجوك، ابلع. لا بوت، لا لا، والله بدي افوز، والله بدي افوز، والله بدي افوز، والله بدي افوز، والله. لا 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 لا، ما عندي ثلج، ما عندي ثلج، انا في عدد الاموات. لا ما عندي ثلج، ما اقدر اقفز، ما اقدر اسوي ولا شيء. او شت، والله وصلت الى نهايه الجيم شباب. توب أربعة، اقل شيء توب أربعة ولا توب ثلاثة، توب ثلاثة لا اتوقع، توب أربعة. خرجتي شباب من وسط حرب عالمية، والله قهرني اكثر شيء قهرني الشباك. والله لازم تخرج من الشباك، احيانا لازم تخرج من الشباك حتى تواجه الناس. لم تزبط معنا، ما اقدر. شوفوا شباب، مثلا بدي اقفز من هذا البيت، ما اقدر اقفز، ما اقدر، لازم اخرج من هون. اني قبل ما متت، اني متت. وصل الاسطورة. خلاص شباب، راح العب بجد الجد هذا الجيم، مثل ما لعبت في الجيم اللي قبل اللي فات وجبت توب أربعة، راح العب بهذاك الشكل ولازم افوز. اوكي شباب، في سكواد هون لكنهم في ورطة كبيرة، سيواجهون الصحراوي الذي يلعب بجد. سرق الكيل الصحراوي الذي يلعب بجد، بدهم يقتلوا الصحراوي الذي يلعب بجد. في ثنائي من هون شباب، راح استناهم. لا 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 لا، يا عمي ساكورا ممكن تخليني افوز، انا غبي، انا انسان غبي، ممكن تخليني افوز يا عمي ساكورا. امن بقدراتك ولا تكن غبيا يا صحراوي. اهرب يا صحراوي بدون قفز. والله المشكل كامل بظن انه في الشخصية هذه الغبية اللي لسه ما شلتها، كل ما اخرج اقرا اشيلها انسى. ما ادخل، ادخل لهذا البيت، ما اقدر، ما اقدر ادخل هذا البيت. او قدرت. اقدر ادخل هذا الدرج، صحراوي غبي صح. من وين ضربني هذا؟ انه يدرعم. اخرج وبان عليك الامان، انت في الالمان. ايوه كده يا حبيبي، ابلع هذه القنبله.
واخيرا مات بعد عناء دام سنوات طويلة. والله الفي اس اس احسن شباب. جاء انسان راح يدخل حتى يشتري شباب على ما اظن. روح اشتري. ايوه اشتري. إنه الصحراوي صاحب الحسابات الرقمية التي لا يمكنك أبدا أن تتغلب عليها. لا 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 سكايلر عرفته. أنت في سكايلر ثانية قول لي حتى أحط ثلج. راح تهرب. أوكي يا رب. هيتشوت هيتشوت يا رب يطيح. ما رطاح قهر. راح يجيني صاحبه. انا حمار. اخر عمرك صحراوي تموت بسيارة. والله يا شباب في اس اس اسطوري فوق لكن ما اقدر اصعد له. كيف بدي اصعد؟ والله صعدت. شوفوا كيف صعدت بهذه الحجرة شباب. طلعت بهذه الصخرة. ايوه هيك صعدت في الصخرة. والله ما ادري ما قدرت اعملها مرة ثانية. المهم اني عملتها مرة اولى واخذت السلاح. ما اقدر ادخل الحين خلاص. اقدر هون في مكان ادخل منه. مستحيل اقدر اصعد لهذا المكان. بدون ما تعملوا ولا ضجة بقي 4 اشخاص وانا في قلب الزونة الاخيرة. لوتت بدون قفز وقاعد العب بدون قفز. هل تعتقدون انني سوف افعلها؟ صعدت فوق احتمال اني القى الناس. اذا بقيت هون احتمال اني القى الناس. راح اروح لهذيك الحجرة احسن. ايتها الصخرة الجميلة جاءك الصحراوي. شباب بظن انه بقي لي 3 مع بعض. توخى الحطر يا صحراوي. اخر شيء نريده هو وفاتك. اوه شت 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 شت. موت. اوه شت. شباب بقي لي انسان واحد. هيهي لقد جاء الصحراوي. لا 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 ابلع. يا ربي ما اقدر اقفز. قاعد يتحرك ويقفز شباب. وش اسوي؟ قاعد يتحرك ويقفز. لا والله توب اتن ملت لبويا. نفس الشيء يعني هي قضية انسان واحد بس. اوي شت. توب اتنين بعد الصعوبة وبعد رحلة دامت 20 دقيقة. المهم يا اساطير هو قد وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع يكون اعجبكم. ناس حطوا لايك اشتركوا بالقناة. اهم شيء حطوا لايك خلينا نوصل للمقطع مثل ما قلت لكم لاكبر عدد ممكن من اللايكات. نحب كل الناس اللي تفرج المقطع تحط لايك. نحبكم تفجروا هذا المقطع لايكات. ونشوفكم بالمقطع القادم. انا رحت.